سيداتي سادتي، الآن نعطي الكلمة للسيد ناصر الخليفي الذي جعل هذا الحدث حقيقة. نرحب باللاعب نيمار جونيور. ما رأيك في طاب يومكم، مرحبا بكم في ملعبكم المفضل. نريد منك أن تعطينا كلمة. مثل ما قلت في السابق، نحضر اليوم تواجد لاعب الكبير نيمار، هو معنا اليوم. شكرا لكل الجماهير المحبة للبي اس جي. الآن سنعمل جاهدين على الفوز بالكثير من الألقاب. بما أن نيمار هو بجانبنا، سؤال بسيط لنيمار: ما معنى أن تكون متواجدا في حديقة الأمراء وتشهد كل هذه الحماسة؟ شكرا. Muito feliz. Para mim é um outro grande sonho que eu tô vivendo. Vim para um grande desafio. Espero contar com todos vocês e eu vim aqui para fazer história. Ana سعيد لأنني أتيت إلى هنا. Je suis ravi de. Ana سعيد جدا. Dans ce nouveau défi.